يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في آخر فقراتنا لهذا اليوم. خلال هذه الفقرة راح نتحدث عن حرفة نقوش الحنة مع السيدة شريفة محمد آل صالح، مصممة نقوش الحنة. يا أهلا وسهلا فيك يا أستاذة شريفة. يعني يا أستاذة شريفة، في البداية حنا نقول حنة، الناس تعرف شكل الحنة، تعرف نوع الحنة، لكن ما تعرف إيش أصل الحنة، إيش هي عشبة، هي إيش الحنة؟ هي بصفة عامة شجرة تزرع في الجنوب بكثرة، والحنة أساسا مشهور في الجنوب بصفة عامة، عبارة عن شجرة يأخذوها ويجففوها ثم تطحن وتصير زي البودرة كذا، ثم يضعون معها الميسو، يضعون يضيفون لها إضافات. أي نعم، الميسو، ويضيفون لها ملح الليمون، ويضيفون لها مكونات عديدة، لكل شخص مكونات يعني. أيوة، يضيفها لها. طبعا نحن نتكلم عن أجود أنواع الحنة. أجود أنواع الحنة هي الحنة القصيم، حنة اليمن، حنة المدينة، وأجودها حنة المدينة. أجود حنة عندنا في السعودية هي حنة المدينة. إيش اللي يميزها هذه الحنة، حنة المدينة بالتحديد؟ الحنة هذه تجيكي ما شاء الله يعني خضرة فاتحة، لما تخلط وكذا تصير عنابية على اليد. ايوه، من النوع الجيد. يعني اللي تبي تسوي نقشة حنة عنابية لونها اللي هي مطلوبة كثير عندنا تختار حنة المدينة؟ يعني مطلوبة كثير عندنا حنة المدينة، ولكن ما شاء الله يعني كل الحنة ممكن تعطيكي لون، بس في لون عن لون يفرق، يعني في لون يكون زاهي وباهي كذا في اليد. ايوه. طب كيف نقدر نختار نوع الحنه هذا؟ كيف نقدر نحدده؟ من ريحتها؟ يعني في ناس تقول لك الحنه مثلا من ريحتها اوقات نعرفها، او من لونها؟ لا، اكيد من لونها، لان الحنه ممكن يكون ريحتها تختلف عن بعض، بس من لونها هو احنا نقدر نقرر. كل ما أيوة فتح اللون افضل، وكل ما صار اغمق. كل ما صار اغمق يكون افضل. ايوه. ممتاز. طيب دائما لما نقول حنه، يا يعني نقول حنه شعر، يا اما حنه نقش لنقوشات اليد وغيرها من الجسد. هي تقريبا كلها الحنه حنه واحده، بس احنا نقول يعني ممكن نقول حنه الشعر هي اللي نضيف لها زيت الزيتون، او نضيف لها زبادي، او نضيف لها بيض، او نضيف لها اشياء مفيده للشعر. على حسب نوعيه الشعر وعلى حسب غزاره الشعر. احنا نتكلم عن الحنه اللي هي حنه الزينه، اللي هي نقوشات اليد ونقوشات الرجل ونقوشات العروس. تختلف طبعا بمكوناتها، هذه مكوناتها تختلف وهذه مكوناتها تختلف عن كذا. طب عشان كذا احنا نفرق يعني انه حنات الشعر لتغذية الشعر، لتطويل الشعر، لمنع التساقط. طبعا في بعضهم يكون عندهم ما يحب انهم يحطوا صبغات على الشعر، فيستخدموا الحنة كلون طبيعي للشعر. صحيح. نعم. ايضا تعالج الشعر نوعا ما، لها علاج. اي نعم. طيب لما نقول حنه يعني نقول زينه ونقش وجمال، يعني ورسومات جميله على اليد واي جزء مثلا من الجسد. نعم. ومع اقتراب مثلا موسم رمضان باذن الله والعيد، تلقين الاطفال والكبار حتى حابين ينقشون الرسومات. الاطفال والكبار والبنات كلهم يعني يحبوا انهم يتزينوا بالحنه في ليله العيد. حرفه نقش الحنه تلقى موسم في هذه الاوقات؟ لا. أيوة. موسم حاليا. أيوة. متى اغلب مواسمكم تبدا؟ اغلب مواسمنا طبعا في الاجازه. لكثره الاعراس والمناسبات، للاعياد. وفي بعضهم يستخدمون الحنه كمناسبات الزواج، كعيد ميلاد الزواج، مثلا اللي ودها يعني مثلا زوجها جاي تبي تفرحه، تبي تسعده، تتنقش، تتضبط، تصلح يعني. ممتاز. طيب من متى وانت تشتغلين في حرفه نقش الحنه؟ والله لي تقريبا 15 سنه. ما شاء الله 15 سنة. يعني لك باع طويل في هذا. نعم. المجال. نعم. طب تشوفين اني يعني مثلا في فرق بين حنه العروس ونقوشات حنه العروس مثلا والشخصيه العاديه؟ اي نعم. ممكن تجيك واحدة تطلب يعني نقش بسيط، لكن العروس ممكن انها تطلب لين الكتف. ممكن تطلب لين الركبة، ممكن تطلب مثلا يعني نقش يعني غزير جدا يعني. فهمت علي؟ مكثف. متى تبتدي؟ أيوة. المفروض العروس يعني تسوي حنة، اذا حابة تسوي حنة، اذا حابة تسوي الحنة طبعا قبل العرس بيومين. لان الحنة سبحان الله له مميزات، انه اول ما تتحنى العروس يعطيك اللون البرتقالي، ثم اليوم الثاني يعطيك على اغمق، ثم اليوم الثالث يعطيك اللون المطلوب يعني. سبحان الله، يعني ما بين البرتقالي الى الاحمر الى العنابي. ايوه.
فلا بد يكون قبل المناسبة بيومين تقريبا أو يعني ثلاثة. كل ما تركنا الحنة وقت أطول أو مر عليها أكثر من يوم صارت أجمل. أي نعم. طيب يعني تكلمنا يمكن في البداية عن أنواع الحنة وأن أفضل حنة موجودة عندنا هنا في السعودية حنة المدينة، لكن إيش الفرق يعني بين الحنة الخليجية والسودانية والمغربية وإيش أنواعها؟ تفترق في طريقة نقشها. طبعا الحنة السودانية هي اللي تكون يعني أشكال هندسية، تختلف عن الحنة الخليجي والحنة السعودي بصفة عامة، يعني تختلف عن الخليجي بصفة عامة. الخليج يميلون إلى الورود الجوري، الأشكال اللي قريبة من الهندية، يعني تميل لها يعني في السوداني يكون الخط عريض، احنا الخليجيات لا، نحب يكون الخط دقيق ونحيف، وكل ما صار الخط دقيق كل ما صار منظر الحنة او منظر الرسمة ارتب واحلى. تتكلمين عن الحنة يعني استاذة شريفة او سيدة شريفة، يعني كأنك حبتها فعلا لانك ما شاء الله لك 15 سنة فيها. لانه لما انت يعني تشتغلي في مجال عملك، طبعا انا بالنسبة لي انا لما اجي امسك الحنة وبأشتغل شغلي احس اني انا يعني اندمج مع الرسمة، اندمج مع كيف يعني اسوي الرسمة، كيف ابدع فيها، كيف ارضي الزبونة، كيف اوصل الى اني انا اكسب رضا الزبونة. طب هذه النقشة ترسمينها يعني وتزينين فيها مثلا يد العروس او جسد الزبونة، نعم، وليدة اللحظة ولا تفكرين فيها قبل؟ لا سبحان الله، هي تجيك يعني بعض الاحيان حتى لو فكرتي يعني في اطار معين انك انت ترسميه او انك انت تبدعي فيه، لابد سبحان الله ان تجيك يعني افكار فوريه، يعني افكار انت ما فكرتي فيها قبل. زي الرسام لما يجي يبغى يرسم اي حاجه تجي خيالات كذا، يندمج مع الرسمه، يندمج مع ال، فانا نفس الحكايه. يعني نقش الحنه ايضا فن يعتبر؟ اكيد اكيد، نقش الحنه مو مستحيل اي انسان يجي ينقش مثلا حنه، او مثلا ينقش مثلا يرسم لوحه، او مثلا يخط بخط جميل، الا اذا كان انسان محترف في الشيء هذا، انسان يعني عنده خلفيه عن الشيء هذا. احنا جالسين ما شاء الله اكيد المشاهدين يشوفون معنا صور تطلع على الشاشه لنقوشات الحنه سيده شريفه، فايش هي احدث نقوشات الحنه بالتحديد بالنسبه للعروس؟ طبعا اكيد الهندي، النكش الهندي، النكش المكثف، النكش اللي يجيك حشو، هذا طبعا هو الدارج الان. طب الحنه الهنديه يمكن يقولون ان هي اغنى انواع الحنه بالالوان، يعني او بالانواع عفوا المكونات الملونه لها؟ اكيد. في فانت لما ترسمي حنه في عندنا نوعين من النقوشات، النكش الاسود وهذا يجي بالصبغه السوداء، والنكش الحنه اللي هو الحنه الطبيعي. طبعا انت تقدري انك انت تدمجي اللونين مع بعض، انك تصلحي اشكال، يعني ممكن انك انت ترسمي الورده وتحشي فيها احمر فيطلع لونين، التحديد اسود والحشو حقتها احمر فبيعطيكي لونين بدل اللون الواحد. ممكن انك انت ترسمي بالاسود وتحشي بالالوان، ممكن انك انت ترسمي بالاسود وتحشي بالترتر، ممكن انك انت تحشي ترسمي بالاسود وترصعيه بالكريستال. يعني بالترتر يعني تستخدمين خامات ثانية ترتر والكريستال؟ نعم، غير نعم. الحنة؟ أي نعم. طب تشوفين في إقبال من قبل السعوديات على هذا النوع من النقوشات الحنة وعلى الحنة أيضا بالتحديد؟ إقبال فظيع، يعني مرة إقبال على الحنة وعلى الرسومات وعلى هذا وعلى كذا. يعني أنا طبعا أشتغل في مشغل فنون روان في الدار البيضاء، طبعا ما شاء الله تبارك الله في إقبال يعني هو اساسا المشغل نفسه، يعني ما شاء الله تبارك الله يعني عنده زباين ما شاء الله، يعني سواء تساريح سواء مكياج سواء حنه سواء كله يعني. ممتاز. طب خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو نقش الحنه، هل هو يختلف سيده شريفه بين مثلا رسم الحنه للبنات الصغيرات ورسم الحنه لسيدات كبيرات؟ ايش الفرق؟ البنات الصغار لازم يكون ناعم، يعني على قد سن الوحده انت بتسوي لها. يكون ناعم على قد سنها، لكن الكبيرة ممكن إنها تسوي يعني نقش كبير كثير، يعني من خلف اليد، من فوق اليد، ممكن إنها توصل للكتف، ممكن إنها توصل لنص الذراع،
بعكس البنت الصغيرة ممكن حاجة هادية تميزها يعني وتعطيها نعومة أكثر يعني. أنا أسمع طبعاً أن يمكن أنواع الحنة أو رسم الحنة أو نقش الحنة يعني مفروض نغسل الحنة لما تجف تقريباً أو تنشف، هل يعني هذه هي المدة المناسبة له ولا لما نتركها وقت أطول تكون لونها يعني ما أحلى؟ بين ساعة إلى ساعتين تقريباً هذا الحنة. من ساعة إلى الحنة ساعة. الأحمر، لكن الحنة الأسود ما بس ينشف على طول تغسلينه. في فرق لكن أيضاً الحنة الأحمر بالأوقات. على أساس إنه ينجح في اليد صح، على ما يجف كذا تغطينه لين يرشح، تغطينه بالنايلون لين يرشح، ثم بعدين تشيلينه بعد ساعة. يعني معلومات كثيرة أعطتينا إياها سيدة شريفة عن الحنة وحببتينا في الحنة أكثر، لدرجة صرت أشمها من وأنا هنا في الاستوديو ريحتها. يعطيك العافية حبيبتي، مصممة نقوش الحناء شريفة آل صالح، شكرا لك. يعطيك العافية ومشكورة وجزاك الله خير. مشاهدينا بهذه الفقرة نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، وتمسون بألف خير.